السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. أنا أخوكم مشعل بن عبد الرحمن المصيبيح اللي عرفتوه باسم أندريه العملاق. كيف أموركم؟ عساكم مرتاحين. طبعاً زي ما أنتم عارفين، قبل 5 سنوات أنا صار لي حادث جداً قوي، والحمد لله على كل حال، وجعلكم دائماً طيبين وبخير. طبعاً أنا رجعت الحين لحياة السوشيال ميديا لبرنامج اسمه فضفضة، وتتكلم عن القضايا الاجتماعية. طبعا زي ما انتم عارفين انا على كرسي متحرك لين الحين، ولكن يعني حتى الواحد وهو تعبان يعني يشخص، يعني تسمحوا لي اوريكم، لازم اني اوريكم، يعني حتى وانت تعبان ما تقول يا الله انا تعبان مريض خلاص ما اقدر اسوي شيء، لا يا اخي تشخص وانت تعبان. جنط اسود، بالله كيف التشخيص، بالله كيف، يعني الواحد ما يستسلم برضو حتى لو تعب، يتعب بتشخيص. جنط اسود تشتغل مع هذه القطعه الموسيقيه اللي لازم تسمعونها علشان تفهمون الفكره. نتكلم اول شيء عن شهر فبراير. شهر فبراير الطويل اللي فيه الشتاء والصيف والخريف والربيع، فيه يوم الحب اللي ازعجونا العالم فيه، اللي كل واحد محسسني ان شكسبير انه راعي الحب والعشق، وهو حياته كلها يعني يشحن 10 سوا، ومسوي لي انا اللي احب لو سمحت اتكلم عني. اوكي، ان متفقين الحب الحلال، لا تقعد تسوي العاشق. يعني انا قبل لا اجي انا ترى داخل على تويتر، لان في تويتر من اشهر الهاشتاجات عيد الحب. إذا تسمحوا لي أقرأ كم تغريدة يعني أنا اللي شدتني وإني أبغى أقرأها عليكم. أول تغريدة، يا الله أنا حبيبتي ما استأنست من الهدايا اللي أجيبها لها، وش الهدية اللي ترضى حبيبتي؟ طبعاً واحد جالس زي كذا، طبعاً يا الله يعني هذا الحب بنظرك؟ يعني واحد جالس راتبه كله يشتري هدايا وهي مستانسة ما غير تسحب فيه تسحب فيه تسحب فيه، يعني الراتب زاد ياخذ سلفة، وهي لا والله أبي الهيلز أبي الشنطة أبي الآيفون، وهو يجيب يجيب يجيب، بعدين تنتهي بقرض، وهذيك مستانسة متشققة وهو ما غير يدفع. عمرها 12 سنة وتقول حبيبي أي مطعم بتوديني في عيد الحب؟ مقرمشات سلطان. في عيد الحب يا طويل العمر أنا صحيت، التاريخ كان 13 فبراير، تعالوا أعلمكم وش صار. قمت، كان يوم أحد، قلت أنا وش أسوي، أنا لحالي ومنفس ما في أحد، يعني من اللي بشوفه في عيد الحب؟ قلت أنا ما في إلا اللي أنا أحبها. مين هي اللي أنا أحبها؟ شويت الخليج. طبعا أنا يا طويل العمر معي شنطة، زين انا استخدم الشنطه احط فيها البطاريه المحموله، في نفس الوقت احط فيها الاشياء المهمه مثل سكه البلوت، وفي اوقات احط فيه شطه السومطره، يعني معليش انه يعني صبيتها على الدجاجه والدجاجه تقول يرحم امك تعال. هذا عيد الحب، وبعد ما خلصت اكل يعني رجعت البيت واكتشفت ان عيد الحب 14 فبراير مو 13، كان يوم الاحد. فهنا ضاق صدري، قلت حرام راح عيد الحب. جاء اليوم الثاني، قمت من النوم قلت يا حول وش بسوي؟ برضو رجعت لشويت الخليج ولقيت الدجاجة تقول وين السومطرة؟ هذا عيد الحب، هذا عيد الحب، أما اللي قاعد نسوي على الرومانسيين لا يا أبوي. المهم يا طويل العمر، أنا استأنست مرة إني شفتكم. طبعاً اليوم بما إني أنا قمت رايق مرة، أول ما صحيت رحت للشغالة قلت أنا أبي سبانيش لاتيه، وسبانيش لاتيه يا طويل العمر شلون يتسوى؟ ينخلط بقوه مره بقوه بقوه الين يدوخ، وبعدها تشربه الله لذيذ مره مره مره، وانت تخلطه زي ما يخلط سالم الدوسري بعض الناس، واللي مره كانوا هايطون. وبس يا طويل العمر قلت اني اسلم عليكم، وقلت اني ان شاء الله برجع البرنامج، وهذاني رجعت الحمد لله نتكلم فيه عن قضايا اجتماعيه، وان شاء الله نكون خفيفين عليكم. انا مره استانست اني رجعت مره ثانيه على المنصه اني اتكلم. الله يسعدكم ويطول لي بعماركم، والله يجعل ابتساماتكم دائمه. انا مره احبكم، وجعل الله يوفقكم، وجعل اللي صابني ما يصيبكم ولا يصيب والديكم ولا اهلكم ولا من تحبون. انا مره احبكم، الله يجعل ابتساماتكم دائمه. استودعتكم الله، الله يحفظكم، ومع السلامه. ما يا شيخ.